بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس اللي فات اتكلمنا عن الجزء بتاع الجافا سكريبت انيشاليزيشن كود اللي يخص بالجريد. طب انا هعرف مين الاكواد بتاع الجريد لو انا عايز اتعمق فيها بقى اكتر او ادور عليها؟ احنا عندنا اي بي اي خاص بالجريد، الانتراكتيف جريد، تقدر تبص عليه وتتعلم منه مع الامثله وتشوف بقى انت محتاج ايه، برغم ان انا ما بحبسش الفكره دي. انت المفترض بتيجي في دماغك فكره فبتدور عليها، مش بتقعد تدور في كل حاجه عما تقابلك فكره تعجبك، ده غلط خالص. فده السايت يا جماعه اللي هحطه لكم، ده يخص الاي بي اي خاصه بالانتراكتيف جريد. يعني ايه بي اي؟ يعني ابلكيشن بروجرامنج انترفيس، يعني اكواد جاهزه انت بتستخدمها، معاك انك تعرفها فتستخدمها للشغل بتاعك، تمام. فده الجزء بتاع الانتراكتيف جريد اي بي اي. وطبعا في حاجات تانية برضو هناخدها، تمام، دي الانتراكتيف جريد، وفي حاجات تانية كتيره برضو هناخدها او نتعلمها ان شاء الله لما يجي لها مجالها. النافيجيشن، مش عارف ايه، كل الحاجات دي. وبرضو عندي الاي بي اي العاديه بتاعت ابيكس، اللي احنا جوه الاي بي اي في حاجه اسمها جافا سكريبت اي بي اي، ده جزء لوحده، تمام. فده السايت ده او السايت ده هيساعدك تقدر تستخدمه. طيب مثال، تعال ناخد مثال. انا عندي، هل انا محتاج ابقى عارف اصلا الاكواد بتاع جافا سكريبت؟ لا، انت ممكن تكتفي بالاي بي اي بتاعت ابيكس والامثله بتاعتها. زي ايه؟ مثال وليكن في ابلكيشن كده احنا عايزين نعمل ديسيبل بالجافا سكريبت، انا اقول له ابيكس دوت ايتم واسم الايتم واعمل له ديسيبل. تعالوا ناخد الكود ده زي ما هو ونروح للصفحه بتاعتنا اللي احنا كنا شغالين فيها، اللي هي كانت صفحه 2، ونعمل ايديت ونخلي الديناميك اكشن بتاعنا ده بينفذ كود جافا سكريبت. ده الكود، تعال نشيل ده خالص كده ونخلي ناخد اسم الايتم اللي عندنا، وده يبقى بيعمل له ديسيبل بدل الديسيبل الثاني، هيعمل له ديسيبل بالايه؟ بالابكس ايتم بتاعتنا. تعال نشوف هيتنفذ ولا لا. تمام، قفل اهو، قفل. وايه بالاي بي اي بتاعت ابكس اللي انت كل اللي انت محتاجه انك تبص هنا ويقول لك والله انت عشان تعمل ديسيبل ايتم اكتب الكود ده زي ما هو من غير حتى ما تفهمه، تمام. يعني لا احتاج تدور بره ولا حاجه. فانت عندك كمان الاي بي اي بتاعت ابكس تقدر تساعدك، تمام. في سيت فاليو بنفس الطريقه، تمام. تعال ناخد دي بنفس الطريقه كده ونخلي ان الاكشن عندنا الاولاني اللي عندنا ان الاول اعمل له سيت فاليو ب 10 والاكشن الثاني اعمل له ديسيبل. فالاولاني ده بيعمل سيت فاليو ب 10 والثاني بيعمل ديسيبل. تعالوا نجرب اهو، ادي الاولانيه 10 وبعدين ايه؟ عمل ديسيبل. يبقى الموضوع مش صعب، بس الموضوع محتاج يترتب. يترتب ازاي؟ ان انا ما اقعدش ادور او ما اقعدش اي فيديو يعجبني اروح اطبقه لانه عاجبني والاقي نفسي اتسحلت في الجافا سكريبت، سواء كان جافا سكريبت تخص بقى الجريد او كومبوننت بعينها زي الحاجات اللي هنا، او جافا سكريبت اي بي اي بتاعتنا العامه. لا، انت هتوه. المنطقي يا جماعه ان انا محتاج حاجه في شغلي فدورت على حاجه شبهها، حاولت اوفقها على شغلي، تمام. مش ان انا بقى اقعد ادور على النت واللي يقابلني احاول اجربه ودماغي تقف وانا لازم اتعلم جافا سكريبت عشان اعملها، والموال اللي انت مش هتطلع منه ده خالص. تاني يا جماعه، المنطقي ان انت لما تقابلك مشكله تروح تدور عليها، مش انك تقعد تدور على الحاجات اللي عجباك والفيديو اللي عجبك والله هو عمل دي ازاي وانا لازم انا اعملها ولو ما عملتهاش الدنيا تقف. لا ابدا، صدقوني انت كده هتتوه. طيب يبقى هنا احنا يا جماعه خلصنا الجزء الثاني بتاعنا اللي هو ازاي او ايه الاساس في استخدام الجافا سكريبت جوه الابكس، وازاي اطور من نفسي وازاي اتعلم بعد ما عرفت الاساسيات، تمام يا جماعه. يا رب يكون الموضوع سهل وبسيط. السلام عليكم.